تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا امتحان الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله معا. السؤال الأول، أكمل الفراغ. التنوع الثقافي هو جيد الاختلافات. هو الاختلافات الموجودة بين أفراد المجتمع والتي ورثتها الأجيال عن أحسن عن الأجداد. الأجداد ورثتها الأجيال عن الأجداد، وهو عامل قوة أحسنتم للمجتمع وتطوره ونهضته. نقرأ: التنوع الثقافي هو الاختلافات الموجودة بين أفراد المجتمع والتي ورثتها الأجيال عن الأجداد، وهو عامل قوة للمجتمع وتطوره ونهضته. سؤال ثاني، أجب بصحيح أو خطأ. العادات والتقاليد الوطنية هي مجموع السلوكات الثقافية التي تخص مجتمعنا. جيد، صحيح. العادات والتقاليد الوطنية يرثها الآباء والأجداد عن الأبناء والأحفاد. نعيد: العادات والتقاليد الوطنية يرثها الآباء والأجداد عن الأبناء والأحفاد. خطأ، لأن يرثها الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد، الصغير هو الذي يرثها عن الكبير. إجابة خاطئة. اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى في وطني. صحيح. اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الثانية في وطني. خطأ. اللغة الثانية هي اللغة الأمازيغية. يدل الاختلاف اللغوي على أصالة المجتمع وامتداده التاريخي. جيد، إجابة صحيحة. نواصل التمرين الثالث. أربط بسهم الجمل بالطابع الثقافي الذي ينتمي إليه. الملحفة والبرنوس، لباس الحايك، غناء المالوف. لدينا ثلاث مناطق: منطقة الشرق الجزائري، منطقة القبائل، منطقة العاصمة. الملحفة والبرنوس، أحسنتم، منطقة القبائل أو الطابع القبائلي. أربط. ثانيا، لباس الحايك من منطقة العاصمة. جيد، يبقى لنا غناء المالوف الذي هو من منطقة الشرق الجزائري. جيد، الملحفة والبرنوس من منطقة القبائل، لباس الحايك منطقة العاصمة، غناء المالوف منطقة الشرق الجزائري. السؤال الرابع، خطأ. أشطب ما هو خطأ. مقومات المجتمع الجزائري هي الأركان والأسس التي يقوم عليها، وهي الإسلام، العروبة، البحر الأبيض المتوسط، الأمازيغية، الوطن الواحد، الثقافة المشتركة، البترول والغاز، التاريخ الطويل. أشطب ما هو خطأ. الذي نجده خطأ نشطب. مقومات المجتمع الجزائري هي الأركان والأسس التي يقوم عليها. الإسلام، جيد، هو أساس التي من بين الأسس التي يقوم عليها المجتمع الجزائري. إجابة صحيحة. العروبة من مقومات المجتمع الجزائري. جيد. البحر الأبيض المتوسط ليس من مقومات المجتمع الجزائري. اللغة الأمازيغية طبعا من مقومات المجتمع الجزائري. الوطن الواحد الذي هو الجزائر من مقومات المجتمع الجزائري. جيد. الثقافة المشتركة، أحسنتم، من مقومات المجتمع. البترول والغاز ليس من مقومات المجتمع الجزائري. التاريخ الطويل، تاريخنا الطويل والمجيد طبعا من مقومات المجتمع الجزائري. لدينا الإسلام، العروبة، الأمازيغية، الوطن الواحد، الثقافة المشتركة، وتاريخنا الطويل، كلها من مقومات المجتمع الجزائري. وهكذا نكون قد انتهينا من الاختبار.
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الإشعارات لتصلكم الاختبارات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.